السلام عليكم أيام البوسنة والهرسك قال علي عزة بيكوفيتش إن من المضحك أن يصر الناس على أن يحصلوا على حق التعبير وحق التفكير وحينما يحصلون عليه لا يستخدمونه أما فيكتور هوغو فيقول الجهد الكبير هو أن تحفر الهاوية للعدو المنتصر وتعد المأوى للعدو المنهزم وتقاتل من أجل أن تعفو ثم يقول البرت اينشتاين انا لا اعرف ما السلاح الذي سيستخدمه الانسان في الحرب العالميه الثالثه لكني ربما على يقين بانه سيستخدم العصا والحجاره في الحرب العالميه الرابعه ثم يقول لك اخر لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما ويقول هتلر اذا لم تعلم اين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض وتؤدي الى هناك. اهلا بكم مشاهدينا في اجنده حوار. اين نحن اليوم؟ من مضامين ذلك المؤتمر المرتقب مؤتمر جنيف اثنين. حتى الان يتم الحديث عن تمثيل الاشخاص، عن تحضير الطاوله، لكن لا يوجد حديث حقيقي يفهمه الناس بلغه مبسطه ما هي المسائل الشائكه العالقه ما هي الاولويه؟ القضايا التي تهم مستقبل سوريا وتهم مستقبل الناس والمنطقه التي ستطرح على الطاوله وستناقش بكل شفافيه. حتى الان لا يوجد اتفاق على الاسماء لا يوجد اتفاق ربما حتى على موعد وزمان وايام ذلك المؤتمر المرتقب الذي يعول عليه الناس الكثير. بعد ما وصلت الامور الى ما وصلت عليه في سوريا. هناك تقدم ميداني للجيش السوري وتراجع وتخلخل في صفوف المعارضه المسلحه بالاضافه الى تشرذم في صفوف المعارضه حتى الان لم تتفق على تسميه وفدها. وهناك دفع من قبل الغرب الذي رفع شعار الان لا جنيف قبل احداث توازن على الارض ويقصدون بذلك امداد المعارضه المسلحه بالسلاح. وجعلهم يذهبون وهم قد حققوا مكاسب ميدانيه سنناقش كل ذلك مشاهدينا اجنده الحوار في مؤتمر جنيف في برنامجنا اجنده حوار اهلا وسهلا بكم جميعا لكن بعد ان نستذكر ما جرى في الاسبوع الماضي الامل الوحيد حاليا لسوريا هو نجاح مؤتمر جنين وان يكون هذا حضور الحضور في هذا المؤتمر لاكبر طيف من المعارضه السوريه. انا كنت اتمنى ان لا تمس يمس الائتلاف ولكن هذا للاسف امر واقع، ائتلاف الدوحه انا اقصد سنذهب الى جنين حتى نغلق كل ابواب تلك تلك الحجج او تلك الاسباب، مع ذلك اقول ان من يمثل فعلا اذا حدث مؤتمر قد يكون جنيف، قد يكون بروكسل الى اخره، اذا حدث فإن من يمثل انا كمواطن سوري من يمثلني طبعا انتصارات الجيش العربي السوري في البعدين السياسي والميداني طيب هل هل يعقل م. ان السوريين وصل بهم الحال اننا اذا اردنا ان نعالج وضع سوريا سنذهب الى جنيف وبحضور مظله امريكيه روسيه اوروبيه ايا كانت حتى نتحاور فيما بيننا نحن السوريين انا لن اقول من يمثلني انا ساحكي ها. عن الواقع السوري هلا ايه اكيد يجب ان يذهب الى مؤتمر جنيف الدوله السوريه بكل بكل قواها المدنيه والعسكريه والامنيه فهم من الطرف الاساسي لحل الازمه السوريه